صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعى مرسوم رقم 107 لسنة 2023 بتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة شؤون الشباب وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعين السيد مروان فؤاد سلمان كمال وكيلا لوزارة شؤون الشباب المادة الثانية يعين السيد يوسف فؤاد يوسف المحر... المحرقي وكيلا مساعدا للدعم والمبادرات في وزاره شؤون الشباب